صورة كافية. وعنده مصاريف وزيدي الدولة نقصد إن تنصيب هذه المحاكم يأتي من حرصنا على الاستجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية خلال افتتاح السنة القضائية 22-23 إلى تسريع تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة لإعطاء دفع جديد للعمل القضائي في خلال الإسراع في الفصل في النزاعات وتقليص مدة التقاضي وتحسين مناخ التجارة والأعمال بما يرقى لتطلعات المواطنين وخصوصا المتعاملين والمستثمرين إلى جانب تكريس الأمن القضائي وتعزيز الضمانات التي أقرتها الدولة في قانون الاستثمار الجديد. اليوم التكوين هذا للسيدات والسادة رؤساء المحاكم التجارية 12 سيدات والسادة رؤساء الغرف التجارية لدى المجالس القضائية التي يستأنف أمامها الأحكام اللي راح تصدر على المحاكم التجارية المتخصصة، وحضر معنا أيضا ولأول مرة المساعدين الذي نص القانون على أنهم سيساعدون المحاكم التجارية المتخصصة، وحيث تم انتقائهم مؤخرا من قبل لجنة يرأسها السادة رؤساء المجالس القضائية، وهم يعني من خيرة ما تملك هذه البلاد من إطارات على مستوى المحلي والمركزي لهم أهمية بالغة بالنظر إلى عددهم. كل فرع سيتشكل من قاضي وأربع مساعدين معه، وصوتهم لأول مرة سيكون لهم صوت تداولي، بمعنى سيشاركون القضاة في الفصل في المنازعات وفي إيجاد الحلول للإشكالات التي ستطرح على القضاء، وبالتالي عملنا على أن يتم الاختيار موضوعي مبني على العلم والاحترافية.